صباح الخير وصباح المحبة مرة تانية على كل مشاهدي برنامج الصباحات السودانية في كل مكان. وصلنا معكم لواحد من المواضيع جدا مهمة أثر التنمية البشرية وتأثيرها على السلوك العام. عشان نتكلم في الموضوع ده أكثر سعيدين جدا تكون معنا داخل الاستوديو دكتورة أميرة حسين محمد مستشارة تنمية بشرية. صباح الخير عليك. أهلا بك وصباحكم سعيد وسعيدة جدا أن أكون معكم. ونحن كمان سعيدين بك وسعيدين بكل الكلام إن شاء الله هنتعرف عليه وعلى التنمية البشرية في المساحة الجاية دي إن شاء الله. حبابكم إن شاء الله. طيب في البداية كده دارين نعرف مفهوم التنمية البشرية ذاته في حد ذاته جاء من وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ويقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. التنمية البشرية هي بتهتم بالإنسان. أنت دائما تكون مواكب ودائما تكون في حالة بتاع التعليم وفي حالة بتاع التدريب وتشوف الجديد شنو بنهتم. جوهر العملية التنموية هو الإنسان. إحنا لما نركز على الإنسان في رفع كفاءاته يعني نعلي من المهارات ومهاراته ونغير في سلوكه. طبعا التعليم هو مكتسب اساسا. الجامعات والمدارس علمت الناس كثير يعني. لكن لما نجي لتنميه بشريه عموما في حياتنا كامله احنا محتاجين تغيير سلوك ومهارات انت بتقودك في حياتك صحيحه يعني ان شاء الله. طيب اي زول ممكن يكون مدرب تنميه بشريه؟ اي زول متعلم متدرب تدريبه عالي مثقف. الانسان المثقف هو اللي بيقدر يكون عنده اهدافه ويسعى لتحقيقه. اي انسان بيكون عنده هدف يسعى لتحقيقه وبيتدرب وبيكون مواكب للحياه والمعلومه بقت سهله. زمان المعلومه انت بتسافر ليها بتسعى ليها بتتعب، لكن هسه المعلومه سهله جدا متوفره لاي زول ممكن يلقى المعلومه. انت طالما قاعد وطالما بتبحث وطالما انت مواكب للجديد في دينك وفي ثقافتك وفي علومك انت بتكون ممكن تبقى يعني مدرب للتنميه البشريه صراحه. طيب كيف نحن نقدر نأثر على المجتمع من خلال التنمية البشرية؟ التأثير صعب صراحة وما كل الناس بتقدر له. يعني انت عشان ما how to influence people دي حاجة حقيقي صعبة. الإنسان المؤثر ده اللي عنده كاريزما عالية اللي عنده قدرة على القيادة انك تقدر تقود الناس وتوجيههم توجيه صحيح. المهارات دي مكتسبة ولا موهبة؟ مكتسبة طبعا. المهارات مكتسبة وتغيير السلوك مكتسب. انت حبيت زول كده اقنعك شخصيته اقنعتك حتفهمه صح؟ حتحاول انك تقلده حيحاول يقنعك. هي مهارات تفاوض مهارات اقناع كل شيء مكتسب يعني. الليلة احنا يعني المجلس القومي للتدريب مثلا في الخدمة المدنية لما يطلعوا الموظفين للتدريب انت بتكسبهم مهارات صحيحة. الجامعة بتكون ادتهم معارف لكن انت بتديهم التدريب اللي هو بساعدهم في رفع كفاءاتهم في الشغل بحيث يكون عندهم المقدرة على الإبداع. فهنا انت لما دربته في تنمية بشرية انت اديته الخبرة في انه يكون مبدع لك. نحن متفقين انه التنمية البشرية يعني واحدة من الحاجات اللي ممكن تسهم للإنسان بإضافة حتى على حياته المالية على حياته الاقتصادية وكده، لكن للأسف يعني في بعض من الناس بيجوا يمتهنوا موضوع التنمية البشرية لمسارات غير صحيحة. كيف نحن نقدر يعني نتخطى الخطوه دي؟ تمام. يلا انت طالما امام اي زول اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين. اي زول ماشي يمين حيمشي صح. اي زول ماشي في السيستم حيمشي صح صراحه. اول ما مشينا احنا لكسب مادي انت ممكن اول مره دورتين تدريبات ثلاثه اربعه بتكسب كسب مادي، لكن لما ما يكون عندك الاثر انت ما تركته. ونقص اثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين صح. انت لما تترك اثر في الناس الناس بترجع لك مهما كان صح، حيحبوك وحيرجعوا لك وحتكون انت مرجعيه بالنسبه لهم. وهسه في ناس في التنميه البشريه احنا هم مرجعيه لينا يعني احنا في اي شيء بنرجع لهم يعني. بالمناسبه احنا كل يوم بنتدرب وكل يوم بنمشي دورات تدريبيه احنا دكاتره وكذا، لكن مواصلين في عمليه التدريب ليه؟ لانه الحياه دائما هي ماشيه متجدده. فانت لازم تكون مواكب ومتجدد وانت اكسب الكسب المادي ماله وفي نفس الوقت خلي اثرك خلي بصمتك واضحه في التدريب. طالما انت خليت بصمتك واضحه في التنميه البشريه اكيد الناس حتجيك وحترجع لك. طيب مدربين التنميه البشريه هل في امتحان يعني بيجلسوا ليه وكده بحيث انه بعد ذاك يدوهم الرخصه بتاعت التدريب؟ طبعا هي دورات تدريبيه
مختلف الأعمار صراحة، ممكن في دكاترة، في ناس جامعيين، في ناس كده. في دورات تدريبية، الأولى التي أو تي العادي، في أدفانس ثاني أدفانس تي أو تي، في بعد ذاك الاستشارية للتدريب. الدورة الاستشارية للتدريب أنت إذا أخذتها خلاص بتكون أنت استشاري بتاع تدريب، الناس بتري عليك كده. طيب دكتورة أميرة، تأثير التنمية البشرية على السلوك العام وعلى الفرد كيف ممكن تأثر؟ زي ما قلت لك صعب شديد، هاي كله لازم الإنسان يكون كاريزمته قوية جدا، عنده مقدرة على التفاوض والإقناع عشان ما يقنعك وعشان ما أنت تمشي. فيعني حقيقي إحنا محتاجين يعني محتاجين تكون في مقومات للتنمية البشرية حقيقي. يلا المقومات دي شنو؟ لازم يكون في تعليم، وتعليم مستمر، ما تعليم متقطع يعني. تعليم مستمر مع جودة في العمل كويس. احنا لازم يكون في تعليم ونزع للتعليم دائما، تكون في ثقة كاملة بالنفس، عندك ثقة في نفسك، تكون في مقدرة على انك قادر تطور نفسك، تكون زي ما بقولوا يعني عندك التيم ورك، القدرة على انك تشتغل وسط الفريق وتساعد زملائك وتتقبل الآخر. بالمناسبة يعني الإنسان لو ما تقبل الآخر دي مشكلة كبيرة في التنمية البشرية. لازم يكون صدرك رحب، ولازم انت حتنتقد من ناس كثيرة جدا. اي زول بينتقدك زول الثاني، لكن ما في مشكلة، ما خلاص انا دي طريقتي كده صح، انا دي طريقتي كده، انا احسن في طريقتي واقنعك بها. فانت كل ما يعني سعيت في انك تكون إنسان ناجح وعندك ثقة بنفسك وتأمن، يعني تكون عندك صفات مكتسبة جميلة، صفات إيجابية، صفة صدق وأمانة وتطوير ذات، دي كلها صفات بتساعدك في إنك تكون مدرب بتاع تنمية بشرية ناجح. طيب دكتورة أميرة، هل في معوقات للتنمية البشرية؟ جداً حقيقي، في معوقات، في معوقات سياسية وفي معوقات اقتصادية وفي معوقات اجتماعية. نتكلم عن المعوقات السياسية للتنمية البشرية. التنمية البشرية أي اللي هو مثلا المقاطعات الاقتصادية والحروب وكذا، دي حاجات سياسية لكن بتأثر لنا، بتعوق لنا عملية التنمية البشرية. الوضع الاقتصادي برضو، الفقر والبطالة والمشاكل دي كلها كمشاكل اقتصادية بتعوق لنا التنمية البشرية. الوضع الاجتماعي صراحة، المعوقات الاجتماعية، أولاد البلد الواحدة لما يبقوا مختلفين وفي نزاعات وفي مشاكل وفي حروب داخلية، دي كلها بتأثر لنا وبتعوق لنا التنمية البشرية. معوقات اجتماعية ومعوقات اقتصادية وسياسية. نعم. طيب نحن كيف والمعوقات الصحية برضو حقيقي في مقومة، يعني أنت عشان ما تكون بلد يعني تنمية بشرية حقيقي يكون في جو صحي نظيف خالي من الأمراض والأوبئة، خالي من سوء التغذية، توفر وتأمن الاحتياجات الحقيقية للفرد، الاحتياجات البيزك نيدز للفرد حقيقي ما بتكون. طيب نتفق على إنه التنمية البشرية يعني زي المرسل وزي المستقبل. نعم. المرسل اللي هو بكون المدرب، والمستقبل اللي هو الفرد. كيف نعم. الفرد ده يعني يقدر على الأقل يستوعب الكلام اللي بيقوله له المدرب بحيث إنه يقدر يطبقه في حياته العملية؟ زي ما قلت لك هي العملية التدريبية ثلاثة محاور. محور بتاع انت بتكتسب معرفة، والمعرفة غالبا معظم الناس الكبار في تعليم الكبار بتكون موجودة اصلا، انت بتنميها بس او بتحفزها ثاني بتظهرها له. في السلوك، ودي صعبة جدا عشان تغير سلوك زول، لازم انت تكون زول متمكن في انك تقدر تغير في سلوك الناس، ما لما الاراده تكون بنفسه قوي. ايوه. والمهاره الثالث المهاره، انت بتغير بتديه معارف وبتديه مهاره وبتديه سلوك حقيقي. الانسان لما يكتسب مهارات بيكون انسان ناجح وثقته في نفسه عاليه جدا جدا، وانسان طموح وانسان عنده اهداف وبيسعى لتحقيقها. بعد ذاك اوتوماتيكلي الشعور السلوك بيتغير. السلوك بيتغير ونص انه انا عندي معارف وعندي مهارات، بتكون عندي ثقه في نفسي عاليه جدا جدا، بتكون عندي مواكبه، فبقدر امشي لقدام واكون ممكن. التجربه بتاعت الفرد دي ذاته يقدر يعكسها على المجتمع، يعني التغيير يكون يعني بنشاهده قدامنا اليوم. نعم. فكل زول احنا بنقول يتلقى التدريب ده ويتلقى التنميه البشريه يمشي يعكسها في بيته، في مجال شغله كده، المجتمع كله في الشارع السوداني. طبعا هسه صعبين شديد يعني حقيقي. الشارع السوداني هسه احنا محتاجين لمرحله اللي هي يعني دايرين تناقم ودايرين تعاون
وفي التناغم. طبعا جيتيني في نقطة مهمة جدا. يعني دور التنمية البشرية حاليا الآن في الموضوع في الوضع الراهن بالنسبة يعني اللي بتمر به البلاد من ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية وحتى حياة المواطنين والشباب صعب. الناس حاليا في مرحلة يأس، دوركم انتوا فيها شنو؟ والله احنا بنسعى، لكن زي ما قلت المرحلة حقيقي صعبة. المرحلة صعبة شديد، وزي ما قلت لك عايزة تناغم وعايزة تعاون. التعاون بيجي كيف؟ التعاون بيجي بأننا نشغل كل الناس، not leave one behind، حقيقي ما نخلي زول ورانا، نجيب الناس دول كلهم قدامنا، نقودهم قدامنا كويس عشان نمشي لتنمية حقيقية. فيلا احنا لما يحصل المشاركة الفعالة دي ونستفيد من كل زول في مجاله، كل زول حيبدع لنا في مجاله هو بس اللي بيعرفه. لما كل زول يبدع لنا في مجاله ويغير لنا في سلوكه هو كفرد كفرد، بعد شوية احنا اوتوماتيك بيحصل تأثير على المجتمع كله، بيحصل بنتسامح. بعد وصلنا للتناغم والمشاركة نتسامح، يكون في روح تسامح زي ما قلت لك، كل زول يتقبل الآخر. حقيقي احنا عدم تقبل الآخر دي فيها مشكلة. احنا لو تقبلنا بعض وسامحنا بعض حقيقي حنكون في تنمية بشرية حقيقية وحنمشي لقدام ان شاء الله. محتاجين ان الفترة الجاية على الأقل كل الناس تكون يد واحدة، كل الناس تقدر تساهم ولو شيء بسيط، بحيث انه نقدر نحسن من ظروف بعض حتى ولو بالكلمة الطيبة بس. صحيح صحيح. ونضع علينا برنامج وهدف، لازم هسه في غياب للتخطيط كامل في البلد كاملة. تخطيط احنا يعني كرواد تنمية بشرية احنا حقيقي محتاجين كلنا نسعى لتغيير السلوك العام، سلوكنا العام ده دايرين نغيره. يلا حنضع برنامج، البرنامج ده احنا حنلتزم بانه البرنامج تكون فيه المشاركات كلها، نفتح الفرصه لكل اللي بيقدر يساعدنا وعنده راي يجي يمشي معانا فيه. بعد ذاك يكون في بعد البرنامج والمشاركه تكون في مرحله بتاعت بناء وتطوير. بعد البناء والتطوير يكون في عزل ومتابعه عشان نعرف وين احنا، نعرف احنا عملنا شنو. طيب مرحله البناء والتطوير دي محتاجه على الاقل انه الناس تكون كلها يعني هي راغبه في الحاجه دي. كيف نقدر نغير سلوك الناس؟ يعني نحن ما دايرين اي حاجه تكون جاهزه، دايرين انه صحيح. الفرد يعني يسعى، يعني انت لو ما سعيت ربنا يعني ما بحقق لك. على المرء ان يسعى وليس نعم. عليه وليس عليه ادراك النجاح. كلنا احنا بنسعى، وزي ما قلت لك قبل اصلا زول ما مواكب وزول ما مثقف وزول ما متعلم وزول ما حريص على التدريب وكذا هو ما حيجينا في مجال التنميه البشريه، حيكون بعيد. طيب دكتورة أميرة، ده أنا داير أديك مساحة لرسائل لكل الناس اللي بتشاهدنا الآن ومتابعة برنامج صباحات السودانية. ممكن تكون في شكل جرعات تطبطب عليهم في الوضع الراهن السيده. نقول كل زول بيحمل رسالة أمينة صادقة بعيد معناها، يعرف التاريخ بيحسب كل خطواته المساحة، والكلام الداير أقوله يبقى عندنا مسؤولية صراحة. حقيقي في غياب للمسؤولية، كلنا يعني احنا دايرين يكون عندنا مسؤولية ونشعر بالوطن. الوطن محتاج رعاية ومحتاج اهتمام، فأنا بتمنى انه الناس تسعى في الحتة دي. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، الناس تشوف الدين ده وتمشي تصلح من وضعه ووضع البلد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة أميرة حسين محمد مستشار تنمية بشرية، شكرا لك جدا على اليوم ده. كتر خيرك، يديك العافية، شكرا.